مشاهدينا الكرام، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه وسلامه ان شاء الله. كما شفتوا معايا غنحضر معكم هذه الكيكه الرائعه اللي كتجي غزاله، ونستقبلوا بها ضيافنا او لوليداتنا. كما كتشوفوا 4 البيضات، دانون، نص كاس ديال الزيت، كاس صغير ديال الحليب، وربع كاس ديال السكر، وقبيصه الملحه، والخماره يا ديال يا جوج ديال 8 غرام يا وحده ديال 16، وواحد الزا، والشوكولات على حساب اللي متوفر عندكم. نبداو على بركه الله ونرجع لكم بعد شويه. ورجعت لكم من ثاني مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا قربت نسالي الكيكه ديالي، غنخلطها مزيان ونخليها ترتاح، وغادي ندوز نصايب الكريمه اللي غترافق الكيكه ديالنا. مكونات فيها سهله جدا، تبعوا معايا كما غتشوفوا. غنحتاج كاس ديال الحليب، يعني يكون في حراره المطبخ ماشي بالضروري نجدو من الثلاجه، معلقه ديال المايزينا، فانيلا او اي منسم عندكم، او يمكن لكم تكتفوا غير بالقشره ديال الليمونه،
كتعطي واحد النسمه اللي هي غزاله، وانا كيعجبني نخلطهم بجوج لان كتجي واحد النسمه زوينه بزاف. دابا غنضيف القشور ديال الليمونه، صافي. وغادي نضيف دابا واحد شويه ديال السكر، ما غنكثرش، غندير غير معلقه صغيره. نتوما ليكم الذوق، ديروا الكميه اللي كتبغيو على حسب السكر، واش كتبغيو كثير ولا قليل. صافي، غنخلط هاد المكونات كامله وغادي نديرها فوق نار هاديه ونبقى نخلط بشويه بشويه باش ما تعقدش لي او تلصق المايزينا من التحت. كما كتعرفوا المايزينا الا غفلتوا عليها شويه صافي كتلصق. نخليوها يعني تغلى تتجي كريمي مزيان، نخلطها مزيان ومن بعد غنديرها فوق البوطه. ومن توجد ليا الكريمه ديالنا تتوجد ونغليها وكلشي، غادي نضيف عليها هذاك 4 كاس ديال الليمون ونخليها تبرد. كما كتشوفوا ها هي وجدات، كما كتشوفوا معايا وجدات. غنضيف دابا هذاك 4 كاس ديال الليمون ومن بعد نضيف اللون اللي غادي يوالمني، لكم الاختيار تختاروا اللون اللي بغيتو. المهم نخلطها مزيان ونخليها تبرد. كملوا معانا. كما قلت لكم اخواني يمكن لكم تضيفوا شي ملون، هادو اللي حاطه انا غنضيف الاصفر كيزيد كيعطي واحد المنظر اللي هو رائع. كما كتشوفوا معايا راه كيكونوا في ميركادونا او اي محل ديال الحلويات. مهم البنات نخليكم مع الفيديو، كملوا المراحل. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. ما تنساوش لايك واشتراك باش تشجعوني نزيد فيديوهات اكثر، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. Thank you.
Thank you.